واول يوم في مطروح يا جماعه، وان شاء الله رايحين البحر. احنا رايحين البحر، الاوتوبيس هيستنانا تحت، والاوتوبيس هيستنانا تحت. مش عارفين هنروح شاطئ ايه. ممكن نروح شاطئ الابيض، كليوباترا، الغرام، عجيبه، نوبة، غريبه. المهم تابعوا اليوم النهارده معايا هيبقى ماشي ازاي. بس هيبقى يوم زي العسل، يوم زي العسل زي امبارح كده. ما اقدرش اكمل لكم الفلوج يا جماعه عشان كنت جاي من السفر متبهدل، كنت طالعانة عيني اقسم بالله. بحبكم في الله، وان شاء الله اليوم النهارده هيعجبكم جدا 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 ان شاء الله. وده طبعا كان الفيو بقى اللي كان من الشقه. كنت تطلع من البلكونه كده تلاقي البحر والملاهي قدامك. طبعا الملاهي دي اللي انا لعبت فيها في الفلوج اللي فات، لعبت فيها بقى، والتذكره كانت ب 10 جنيه وكانت لعبه جامده. رحنا بقى البحر، طلعنا شاطئ كليوباترا، يعني كان حاجه بوم 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 بوم. الميه تحس ان هي ميه معدنيه عليا النعمه، يعني حاجه ولا كانك في المالديف. يعني بص عمال العب برجلي كده والدنيا جميله بقى والميه تحفه. طبعا صورت فيديوهات هناك. وهناك بقى كان سعر الترابيزه 100 جنيه مش بالفرد. الفرد بقى يعني انت لو 100 فرد او 50 فرد او انت واسرتك كام فرد، هي سعر الترابيزه تمام. سعر الاسره كلها هي 100 جنيه اللي بتقعد على البحر بترابيزتها. كل حاجه كان جو تحفه جدا جدا جدا، والشاطئ كان ميته نظيفه ومعامله حلوه جدا، وناس زي العسل. اهل مطروح ناس كرمه وناس محترمه جدا، يعني بجد مطروح حاجه فوق الوصف. هنا بقى حسوا كان بيبلبط، عمال اقول له خش جوه خش جوه، يقول لي لا انا اخري هنا، انا خايف اغرق انا خايف اغرق. مش عارف بيعوم على الشاطئ تمام. فكان فرحان يعني، الحمد لله فرحته. واخويا بقى طبعا يا رب اشوف فرحان دايما. انا كان بيعمل شقلبازات بقى، بينام على ظهره وعامل لي فيها عويم، بيقوم على الشاطئ وعامل لي فيها عويم. سبحان الله شعب غريب. هنا برضو بقول له يا ابني خش جوه، عامل لي فيها عويم. هنا بقى انا كنت بقى ايه، خلاص نزلت البحر وطلعت حاطط البشكير عليا بقى والكلام دوت. كان جو وتحفه بجد، والشمس طالعه جميله جدا جدا جدا. كان شكلي زي الزفت. هنا بقى رحنا شاطئ كليوباترا بقى اللي فيه حمام كليوباترا، وتخش تتصور وخش تعمل اي حاجه. كان هنا بقى الصحراء يا جدعان، يعني شكلها تحفه بجد. هنا كانوا عاملين اهرامات الثلاثه، مع ان احنا رحنا مطروح ما رحناش القاهره، فمش عارف. بس هم عاملين منظر جامد اصلا، ومكان تحفه فوق الخيال يعني، تتصور فيه وكل حاجه بقى على البحر وكده. هناك هنا كان في كافيتيريا الناس كانت بتبقى قاعده عليها، وهنا صحراء برضو. الصخره اللي هناك ديت لو اي حد يروح يتصور عليها تعمل كادرات تصوير بوم بوم بوم. كان في ناس بتبيع بقى صدف البحر وحظاظات وكبات وحاجات للشمس كده، طواقي للشمس وميداليات وكليوباترا وكل حاجه. هنا بقى عجبتني حاجه بقى، ميداليه كده شبه الطبله. بساله السعر ده كام؟ قال لي 7 جنيه ونص. كان سعرها حلو جدا جدا، طبله حلوه جدا. بص شبه الحجر المعسل كده، حاجه بوم الصراحه. تقعد تطبل عليها بقى في المفاتيح وبتاع. المهم عجبتني جدا واشتريتها يعني برضو 7.5 مش حاجه. المهم قعدت بقى ايه افتش بقى هنا ايه. كان كليوباترا بقى عاملين لها طفايات، وهنا طوبه قعدت اطبل تك. وقعدت اطبل هنا بقى، كان في فخار كده ايه بقى وبتاع بتوع القهوه دولت باين، ايوه، ومجات بقى برضو من الفخار، وهنا طفايات، وهنا كليوباترا بقى محنطينها هنا. كانت حاجه منتهى الجمال الصراحه يا جدعان، والاسعار هناك تحفه تحفه تحفه. لو رحت هناك الاسعار جميله جدا، المنظر كان روعه. هنا كان الناس كلها كانت برضو بتتصور وكده، وانا قلت برضو ايه اظهر معاكم في الفيديو برضو عشان ايه كده واخد لفه حلوه معاكم. المهم احنا رايحين كليوباترا دلوقتي، وبقول لكم يلا بينا نروح على كليوباترا. المهم فضلنا ماشيين والشمس كانت حرقت دماغ امي. المهم ده حمام كليوباترا اللي هناك ده يا جماعه، والكوبري ده كله ازاز، والناس كلها هناك بتتصور، الناس كلها هناك بتتصور والله. صور بوم مشهد جميل جدا. انا كده رايحين كده راح بظهري الحمام. المهم احنا هنخش الحمام دلوقتي وهنشوف هو حمام كليوباترا مكون من ايه ولا في ايه. هنا الصحراء كانت تحفه بقى وجبل حاجات بوم. المهم دخلنا حمام كليوباترا، انا ماشي على كوبري الازاز ده، بقى تحتينا ميه ورمله على فكره الميه بترجع لورا برضو، يعني هي في الشتاء تلاقيها طالعه على الشاطئ. المهم فضلت ماشي والناس كانت ماشيه، الدنيا جميله، الميه تحفه يا جماعه اقسم بالله. تحس ان هي ميه ايه مفلتره كده، يعني ايه لو مش مملحه الواحد يشرب منها والله. المهم ايه قعدت واقف كده ايه بقى اوريكم الجو، يعني المهم يعجبكم يعني.
فضلت ماشي بقى واوريكم الدنيا ماشيه ازاي. المهم انا مشيت على الكوبري دوت والناس حواليا اهوت، ناس هناك بقى واقفه بتتصور، تاخد كادرات تصوير مزاجنجي كده، مزاجنجي يعني، حاجه بوم حاجه بوم يا جماعه، اقسم بالله حاجه من عجائب السبع بجد يعني، حاجه هتعجبكم جدا جدا. المهم فضلت ماشي، ما اعرفش الراجل ده ماشي قدامي ليه، وفي ناس، فدايما عشان ما احبش اطلع الناس معايا، عشان محدش يقول لك انت بتصور مثلا اهل بيتي او الكلام ده، بحط الكاميرا على الارض. المهم انا نازل حمام كليوباترا، هنا السلالم بقى يا جماعه كان حاجه عجيبه جدا جدا جدا، هنا الناس كلها داخله حمام كليوباترا، ما اعرفش بقى هي داخله تعمل حمام ولا داخله تكتشف كليوباترا. المهم كليوباترا كانت حاجه طويله طبعا يعني، كانت قاعده كده ايه، تستقانيوس دماغها كانت بتطلع فوق الجبل ده. المهم الناس هنا كلها بتتصور وبتتفرج ازاي كانت بتقعد، او انا اللي عاجبني يعني، انا اللي شاغل دماغي في كل دوت، المايه كانت بتيجي من هنا تخش تطلع من الناحيه التانيه، هتشوفوا دلوقتي. المهم هنا بقى ايه اللي كاتب على الحيطه واللي معرفش ايه، والله بيبوظوا الاثار يا جماعه. هنا بقى كانت المايه بتطلع او المايه بتخش، انا مش عارف، بس المهم يعني ايه، منظر حاجه بوم يعني، دماغ اللي عامل الحمام دوت دماغه اجنبي الصراحه، دماغه بوميه. اللي عاجبني بقى في كل الحوار دوت ان الناس داخله حمام كليوباترا بتتفرج، يعني شوفها قاعده افرنجي ولا قاعده عربي. المهم هنا ببص على الميه، الميه تحفه يا جماعه، الميه تحفه، الناس بتخش تنزل البحر هنا مش عارف ليه، مع ان ما ينفعش حد ينزل البحر هنا. المهم انا هطلع لكم فوق دلوقتي، وطلعت فوق يا جماعه، طلعت فوق حمام كليوباترا، طلعت فوق بعد عذاب اقسم بالله، كنت خايف قلبي يوقع في رجلي. المهم المناظر من فوق حمام كليوباترا بوم بوم، بص لون الميه ازرق في فيروزي، في ابيض، في اخضر، في حلوقي، مش مميزين الميه ديت ايه، والناس كلها واقفه على الكوبري اهيت بتتصور، وانا فوق الكوبري، وهوريكم نفسي وانا فوق الكوبري كان عامل ايه ده. انا نزلت بسرعه، المهم نزلت بسرعه عشان خاطر ان الجو كان فوق جامد. المهم خدنا الصورتين الحلوين بقى، والدنيا كانت جامده. ومهم انا كده شكلي طالع، المهم انا طالع من حمام كليوباترا، وريتكم حمام كليوباترا، كنا عايزين نخش نطول اكتر، بس قلت لا عشان ايه، كان تنزل متاخر ودخلت متاخر، في اخرهم الساعه 6 وبيطلعوا بقى ايه، الناس دي كلها بتطلع بره. المهم كان حاجه مناظر تحفه تحفه تحفه. وهنا وصلنا الشاطئ بتاعنا، تمام، قعدنا بقى في الشاطئ، انا قاعد ببلبط كده برجلي تمام، والمكان اللي ورا دوت لسه تحت الانشاء، وقلت اقعد مع حالي كده جوه. وده شاطئ كليوباترا المقفول يا جماعه، الناحيه التانية اللي هو مش مفتوح، المقفول بقى ان قدامك ناحيه تانية، مش مقفول او مفتوح، التاني كان مفتوح، فما ينفعش حد يخش والموجه عليه. ونستنوا الجزء التالت يا جماعه لرحلتي في مصر مطروح، يا رب.